делегаты Московской международной модели ООН имени Виталия Чуркина. Я рад приветствовать вас от МГИМО и от Российской ассоциации содействия ООН, Всемирной федерации ассоциации содействия ООН, так как у нас участники и из более чем 40 стран мира. И я хотел бы, естественно, и, конечно же, слово предоставить первое приветственное ректору МГИМО, председателю Российской ассоциации содействия ООН, академику Даркунову Анатолию Васильевичу. Интересное приключение. И я объявляю Московскую международную модель ООН имени Виталия Ивановича Чуркина 2021 года открытой. وأمينة العامة لنموذج الأمم المتحدة. للأسف الشديد نحن اليوم نختتم جلسات منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية لنموذج الأمم المتحدة باسم فيتالي تشوركن. بصراحة لقد عشنا معا فترة مثمرة وجميلة. بضعة أيام قضيناها معا كانت زاخرة بالعمل والإنجاز. واليوم نقف عند المحطة الأخيرة من رحلتنا. أريد أن أقدم الشكر والتقدير لكل مندوبي ولكل مجلس الرئاسة وبشكل خاص لخبرتين ولسكرتيرين على أعمالنا الفعلية. وأريد أن أتوجه بالشكر إلى أمينة العامة ولجنة المنظمين وكل القائمين على نموذج الأمم المتحدة على هذا التنظيم الرائع والمميز ومزيد من النجاح في النموذج القادم. واتضح فورا من الجو أن لجنتنا مميزة. ساد الصداقة والاتفاق والسلام في لجنتنا منذ أول يوم. وتثبيت لذلك هو أنه توحد كل المندوبون في التحالف الواحد وبذلوا معا كل الجهود من أجل التنمية المستدامة في الدول الأفريقية. وأخيرا قد صوتوا مع القرار النهائي معا. وأظن أنه لم يقبل أحد اقتراح اختتام الاجتماع بالسرعة التي فعلنا بها. وشكرا لكم على هذا الجو المميز خلال الاجتماعات وبعدها. وأنا فخورة جدا بنتيجة أعمالنا. شباب حاطين لي سنتين بس المفترين ما فيش اي اهتمام اعلاني بلجنتنا خالص بسجل ده للتاريخ Удачи! Хазан Саида! Привет! Фенилюнидо! Страны и народы вряд ли придут. И мы видим, что, к сожалению, на многих направлениях противоречия только обостряются. И делайте прививки и носите маски. Всего самого доброго! Спасибо, Анатолий Васильевич, за ваше вдохновение.
التانيين اللي يريدوا يظهر. كل الشباب قاعدين هنا. Сейчас будем кричать. Совет по правам человека. Юнидо. مثل أفريقيا، مثل قبائل أفريقية. Большое спасибо, Алексей Николаевич, уважаемый Анатолий Васильевич, уважаемые участники, гости Московской международной модели. Вы являетесь двигателями той интеллектуальной революции, на которой должно основываться будущее развитие нашего мира. Большое вам спасибо от всего сердца. Мы вас любим. Теперь я хотела пригласить Генеральную Ассамблею для представления. كما أن وثيقة السياسة الخارجية للاتحاد الروسي التي توقعها الرئيس بوتين في عام 2015-2016 قد نصت على أن روسيا تتوسع في علاقتها مع دول قارة أفريقيا في مختلف المجالات سواء على المستوى الثنائي أو على المستوى الجماعي. وتنظر موسكو إلى أفريقيا على أنها وجهة واعدة لتعزيز نشاطها في مجال إنتاج النفط والغاز والموارد الطبيعية الأخرى التي تفخر بها القارة، حيث تتراوح قيمة الاستثمارات الروسية في أفريقيا ما بين 8 إلى 10 مليارات دولار. وخلال الفترة من عام 2010 إلى 2017 ازداد مجموع الصادرات الروسية لأفريقيا بمقدار 3 أضعاف تقريبا، من 5 مليارات إلى نحو 15 مليار دولار. انتهى وقته. هل من احد المندوب اقتراح لتمديد الوقت؟ نعم دولة كينيا. مندوب دولة كينيا اقترح تمديد لجنتين. نعم لجنتين. هل هناك اي دولة معيدة لهذا الاقتراح؟ Уважаемые ребята, давайте обойдем правила процедуры и сразу перейдем к голосованию. Кто голосует за? Да что, а кто голосует против? Ну, к сожалению, все равно проходит. Все успокойтесь. Идите в порядке. Уважаемые делегаты, пленарное заседание Генеральной Ассамблеи объявляется закрытым. Спасибо. Thank you.
الأمر انتهى. لجنة منظمة التنمية الصناعية تحييكم. نموذج الأمم المتحدة لعام 2021 من جامعة ميجي مو، معهد العلاقات الدولية التابع لوزارة الخارجية الروسية، 22 أبريل من عام 2021. لقد انهينا الجلسات واختتمنا مشروع القرار. شكرا شكرا. مش تبجستنا بس هوبا. الآن احنا متجمعين عشان ناخد صورة جماعية لكل المشتركين في الموديل اون 2021. ميجي مو Ну, вырывается, да, с ним. Мегимо!